مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث ينظر البعض من أفراد مجتمعنا إلى مراجعي العيادات النفسية نظرة متدنية، يشوبها الكثير من الشك تجاه شخصية وعقلية هذا المراجع، لذا قد يحجم البعض عن ارتياد هذه العيادات النفسية رغم حاجة لها، خوفا من النظرات التي تلاحقه حوله. بنفتح هذا الموضوع، لكن خلونا في البداية نتابع هذا التقرير اللي عد زميلنا عبد المحسن التميمي. من يجرؤ على ذكر اسمه الحقيقي في مكالمة هاتفية مع الطبيب النفسي؟ هذا التساؤل يجعلنا نعيد النظر في كيفية التعامل مع المشاكل التي قد تؤثر علينا وتمنعنا من تلقي علاج يساعدنا على الخروج من أزمات قد تتطور لتعود سلباً على أنفسنا ومن حولنا دون سابق إنذار. الدكتور ناصر العود يفسر بأن غياب ثقافة الاضطرابات النفسية هي إحدى العوامل التي قد تؤثر على المريض. عندما الشخص يحس بمشكلة أو تجي مشكلة، يمر في ثلاث مراحل. الأولى قضية التأكد من المشكلة أو احتواء أو فهم المشكلة، وهذه المرحلة نفسها تتأثر بثلاث أشياء أيضا. قضية الثقافة الشعبية المتولدة، هل هو إنس جن سحر وغيرها. الجانب الآخر هي قضية المعرفة في الأمراض النفسية، يمكن في الولايات المتحدة قد يكون أطفال صغار أو في الثانوية يعرفون الاضطرابات النفسية، هنا قد يكون شخص ما يعرف يمكن ما هي الاضطرابات النفسية والفرق بينها وبين الأشخاص العاديين. تحصل بعض الأشخاص أيضا كلهم هذا نفسي بس ما يعرف أنه قد يكون هناك صعوبات شخصية، personality disorder، غير المشاكل النفسية الكبيرة. البعض يعتقد بأن الصالحين والأتقياء لا يمكن أن تصيبهم الأمراض النفسية، وذلك لأن الأمراض النفسية في ظنهم إنما هي تسلط من الشيطان، بينما يرى آخرون زيارة الطبيب النفسي أمر روتيني بسبب متاعب الحياة المعاصرة. لا تقريبا. نعم صحيح هذه. لا طبعا ما راح. أكيد بروح للدكتور النفسي، لأنه ممكن لو ما رحت وعالجت ممكن تزيد المرحلة يعني علي، بتعب أكثر يعني، فما أشوف إن فيها عيب نهائيا، بالعكس والله. أكيد راح أتوجه في أقرب فرصة للطبيب نفسي، أعرف إني فيني مشكلة داخلية. لا أكيد ما أروح، عادي أروح. ما عندك مشكلة؟ ما عندي أي مشكلة. أكيد نعم. نعم أروح طبيب نفسي إذا حسيت بأزمة نفسية. والله تعرف أنت طبيعة المجتمع عندنا هنا، لو واحد قال رحت طبيب نفسي قالوا إنسان مجنون، إنسان فيه بلاء، إنسان يعني إيش؟ مو بصاحي. فالواحد يتحاشى انه يتعالج طبيب نفسي، وانا اشوفه شيء مهم والله الامانه يعني، ف مو مشكله. لكن عندنا هنا ما اتوقع احد يتكلم يعني. تفكيرك انك نفسي وشيء زي كذا، ان الشخص هذا يعني من النفسيه، هذا اذا يعني من اهله ومجتمع يعني ياخذون منه موقف، او يعني يعاني من مشاكل يعني من يتكلمون عليه انه نفسي وما ادري ايش، طبعا نفسي ما في مشكلة، هذه كل واحد يروح لها. بعد ما يزور المستشفى المجتمع بهمشة، يقول هذا مجنون أو فيه كذا وكذا، فهمت كيف؟ يعني خلاص يقول أنا أجلس، حتى لو كان في مرض نفسي ما يعلم خويه، يقول إذا علمته ممكن يسحب علي، ولا يقول هذا مجنون ولا ناقص عقل، ولا عشان الناس ما يرون أنه نفسية أو كذا. أنا ما أشوف في أي خجل يعني، إذا فعلا فيني مشكلة نفسية ملاحظين أقاربي مثلا شايفين فيني مشكلة نفسية وأنا ملاحظ الشيء هذا، فما في أي مشكلة أن أتوجه لأقرب طبيب نفسي عادي. يستحون والله يعني، يمكن على أساس المجتمع اللي حوله والناس يعني اللي يكونون حوله ممكن لو يدرون أنه رايح لدكتور نفسي ممكن زي اللي يعيبون عليها، وهذا بالعكس يعني أنا أشوفه غلط يعني. غلط ان تعيب على احد مثلا انه يكون تعبان مثلا نفسيا او يحتاج الدكتور نفسي، بالعكس المفروض انك تشجع انه يروح وتخليه يعني يعالج على اساس انه يطلع من المرحله اللي هو تعبان فيها الان. والله عاد كل واحد وجهه نظره يعني، عرفت، واعتقاداته وهذا، عرفت. ولا انا عن نفسي يعني
إذا شفت أنها مرة شدت فيني رحت. أنا أعتقد بالتوعية بالاحتكاك، الأطباء الحمد لله الآن أصبح لهم مواقع نت، مواقع في وسائل التواصل. أنا حقيقة أشوف خلال 10 سنوات الماضية وأنا مهتم بالجانب المنتل هيلث سيرفيسز أو خدمات الصحة النفسية، أشوف فيه يعني وعي كبير وفي مراجعة للعيادات خصوصا للأطفال والتدخل المبكر، أشوف يعني في إقبال على مراكز التأهيل، في إقبال على مراكز الصحية النفسية. الأخصائية إلهام حسن تؤكد أنه لا توجد إحصائية معينة لطبيعة الأمراض النفسية للمجتمع السعودي، ولكن من خلال العمل في المستشفيات الاكتئاب والوسواس والقلق هم الأكثر انتشارا بين السعوديين. الحياة الحديثة تشهد صعوبات وتحديات تواجه الإنسان، تتغير من مرحلة لأخرى وفقا للظروف المحيطة، ومن يعلم ربما زيارة واحدة للطبيب النفسي قد تغير مجرى حياتك. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض. شكرا للزميل عبد المحسن، وللحديث اكثر حول هذا الملف ينضم معنا في الاستديو استشاري الطب النفسي الدكتور فهد اليحيى. دكتور مساك الله بالخير، شكرا لقبولك الدعوه. مساكم الله بالخيرات والانوار، واشكركم لاستضافتي في هذا الموضوع المهم. والله خلينا نبدا من السؤال اللي طرحناه في اللقاءات الميدانيه لل يعني في الميدان، اوكي، مع مجموعه من الاشخاص تباينت ارائهم ما بين انه ما عندي مشكله اروح ازور طبيب نفسي، وبعضهم لا يخجل ويخاف من نظره المجتمع. هل احنا ما زالت عندنا نظره المجتمع لمن يراجع عياده نفسيه انه انسان مختل، انه انسان غير سوي؟ هو نعترف بانه الان انا يمكن بدات ممارستي للطب النفسي كطبيب في اول السلم من اكثر من 30 سنه، فخلال الفترة ذي كلها في تغير كبير، ولكنه يظل بعيد عن المأمول والمنشود. ما زالت النظرة فيها انتقاص وفيها نوع من الوصمة لمن يراجع الطب النفسي. هذا سائد، هو موجود في كثير من حال العالم، بس في بعض المجتمعات زي مجتمعاتنا كمان أو مجتمعنا السعودي صاير بشكل أقوى. وهل هذا خلى يا دكتور عندنا أنه في أمراض نفسية متفشية في المجتمع ولكن البعض ما يعرف أنه مريض نفسي، أو أنه ما يبي يراجع العيادة النفسية عشان ما يقال أنه مريض نفسي؟ نعم، هما الاثنين سواء. وأولا أنه هذا لم يؤدي لتفشي، هي موجودة حالات كثيرة يعني نتوقع. في دراسة استطلاعية دكتور؟ لا، ما في نسبة للأسف. من يعانون من مرض نفسية بأي شكل من أشكالها؟ لا يوجد، لأنه إذا كنا نبي كذا نبغى دراسة مسحية تكون يعني في وقت ما وتفحص عينات تمثل جميع أنحاء المملكة السعودية، وبالتالي يفحصون كل الناس اللي في المنطقة هذه، ويظهر عندنا زي اللي حاصل في أمريكا ولا في بعض أوروبا واليابان وآسيا، اللي هو انتشار نسبة الاكتئاب، انتشار نسبة الفصام، انتشار كذا. اللي وجدوه في منظمة الصحة العالمية سوت دراسة في 7 مراكز عن الفصام، فوجدوا أنه ما يفرق كثير في معظم مناطق العالم، اللهم مناطق صغيرة لها خصوصيتها. لكن بعض الأشياء احنا كممارسين نجد انه انتشار، وهذه كلها ممارسة من يعني مشاهدات عيادية وليست دراسات، انتشار الرهاب الاجتماعي وانتشار نوبات الهلع بين الشباب السعوديين من الجنسين أكثر من المعدلات العالمية. هل هي زادت في الآونة الأخيرة دكتور؟ لا، ما 30 سنة وانت في الميدان ما زادت. هي حتى قبل كان الدكتور جين وآخرين اللي اشتغلوا في السعودية لاحظوا الملاحظة هذه. ليش بالتحديد يعني هذين المرضين هي اللي منتشرة بشكل لك؟ ما ندري، لأنه ما زال يعني ممارسة الطب النفسي في السعودية بشكل حديث أو بشكل العلمي ما بدأ إلا في أواخر 70s وأوائل 80s، فلسه أمامنا يعني أشياء أفاق كبيرة يجب أنه نستشرفها ونحققها عشان نعرف الأسباب. إحنا ما عرفنا نسبة الانتشار عشان نعرف الأسباب. طيب خلنا نتكلم عن، أنا مع يعني جميل أنه نأخذ أكثر من نقطة في الموضوع، لأنه موضوع جدا مهم يا دكتور. الأسرة ودورها تجاه المريض النفسي، أو لما يحسون بأعراض معينة تدل على أنه في أحد من أفراد الأسرة يعني قد يعاني من مرض نفسي، وش دورهم؟ هم في الطب النفسي الوقاية
هي التشخيص المبكر. إيه؟ اللي يصير عادة عندنا أن الأهل في البداية يقول والله هذا ضايق صدره يمكن عشان شيء فيه مثلا مشكلة صارت له أو جايته عينه أو لنفس. إيه بعد لما طول شوي يقولون عين ولا يقولون جني ولا شيء فيروحون للرقات، والرقات سوقهم صاير بشكل كبير ماشي. بعضهم وهم قلة قليلة يقول لا روحوا للطبيب النفساني، بعضهم يقول لا هذا عين ولا سحر ولا جني ولا ولا، ويدخلون في المعمعة هذه. بعد ما تستشري الحالة يجيبونه للطب النفسي، فبالتالي هذا يعني بالتأكيد علاج الحالة المزمنة غير الحالة اللي تجيك وهي في حموتها حالة حادة. طيب أنت شايك في 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 موضوع يعني نعرف إنه فيها شد وجذب في موضوع يعني الجان والمس وتلبسهم يعني ما بين أطباء نفسيين والرقاة الشرعيين، لكن أنت شايك يا دكتور أخبر إن كان عندك رأي في هذا الموضوع. أنا عندي رأي، أنا عندي إنه فيه عالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة، فبالتالي ما أعتقد إنه بيصير فيه إنه مس أو إنه جن يدخل الإنسان. أنت ما ترى إن الجن يدخل الإنسان؟ ما أرى إن الجن يدخل الإنسان. وأيضا الشيخ العمري اللي فترة كان يقول كذا من 20 سنة أو أكثر غير موقفه ومستشهد بالأدلة وبالمواقف الكثيرة، حتى مرة ألقى كان في مؤتمر في مستشفى جامعة الملك سعود اللي هو مستشفى الملك خالد، وجاء وألقى محاضرة كبيرة بالأدلة من كتب الفقه والتراث بأنواعها. يعني طيب والشواهد دكتور، يعني في يعني بعض الرقاة تلقى واحد يقرأ عليه ثم يصاب بالصرع، ثم بعد ذلك يجد يصير بينه وبين عاد الشخص ولا الجن اللي متلبسه حوار بصوت مختلف بحوار مختلف، تمام، وبعد ما يطلع منه يصير هذا الإنسان إنسان طبيعي وكأنه كان في غيبوبة ما يدري وش صار حوله. هذه وش نفسرها؟ طيب الحالات هذه كانت بالزمان تسمى حالات هستيرية، تمام، والآن لها مسمى آخر لكن نفس الوصف اللي أنت ذكرته. اللي بيصير إنه هذول الناس ممكن يكون قابلين للإيحاء، وأيضا إنه يكون عندهم هذا الميل بحيث إنه هو لا يتصنع ولكن هذا يكون موجود عنده. إذا قرأ عليه، حتى كان في مشهد في الفيديو منتشر في تويتر للشيخ العمري، واحدة لها 20 سنة تراجع، المهم انه تصر انه يقرا عليها، فرتل بصوره ترتيل وهو بيتين من الشعر، فطابت وقالت الحمد لله، قال شفتي ترى هذا ما هو بقران، ترى هذا شعر عشان تعرفين اللي فيك وهم. قالت هذا وانا لي 20 سنة انضرب، كل ما راحت الشيوخ او الرقاه يقرونها ضربوها وقرأوا واستمر معها الشيء هذا. طبعا عدم شعوره بالضرب اثناء الضرب هل ايش تفسيره؟ طيب بيشعر بالضرب بعد ما يفيق. ايوه، وبعد ما يفيق احيانا من بعض انواع الهستيريا الامراض التحوليه بعضهم حتى تقرصهم وتطزهم ولا يحسون بالالم. حتى ممكن يطلع دم، في نوع من الشلل اسمه شلل هستيري، يصير الواحد ايضا حتى ما يقدر يمشي، لا يدعي لا يكذب لا يتوهم، لكنه السبب نفسي وليس عصبي او عضوي. طيب في التقرير في جملة كذا التقطتها قالها يعني عبد المحسن، انه يعني البعض حتى يرى يمكن الأتقياء يعني والصالحون قد لا يمسهم الأمراض النفسية، انت من خلال مراجعاتك يعني هل الجانب له علاقة بالجانب الروحاني الجانب الديني، كون الإنسان يكون متمسك بالدين انه قد لا يصاب بأمراض نفسية؟ إذا كان متمسك بالدين لا يصاب بالالتهاب الرئوي او بالالتهاب الزائدة الدودية او بالكورونا فهو لن يصاب بالأمراض النفسية. يعني قصدي أنه الجهاز النفسي هو زي الجهاز الهضمي زي الجهاز الدوري زي الجهاز التنفسي معرض للإصابة فيه بغض النظر عن حكاية الدين والإيمان. صحيح المتدينين أو الذين عندهم حتى في الجوانب الروحية عندهم قدرة يمكن أو يتمثلون للشفاء بشكل أكثر، لكن أنا أذكر كان شيخ يجيني من مدينة من خارج الرياض، مدير تحفيظ قرآن ومأذون وإمام جامع وعنده وسواس قهري، والوسواس كان يجي كمان أثناء الصلاة بأفكار إلحادية، تخيل. يعني واحد عمره 70 سنة وطول عمره في المجال الدعوي والديني ولحيته لين هنا، ومع ذلك كان هذا يتعبه الوسواس القهري. طيب حلوكم لينا دكتور معك، لكن أستاذنك وأستاذن المشاهدين بفاصل قصير، وبعد الفاصل نعود لكم. We'll be right back.
يا أهلا فيكم من جديد. نتابع حديثنا عن موضوع الأمراض النفسية ونظرة المجتمع الذي لا يرحم لمن يراجع هذه العيادات النفسية. يتابع معنا الحديث في الاستوديو الدكتور فهد اليحيى استشاري الأمراض النفسية. دكتور خلينا نتكلم بموضوع آخر الآن عن مسببات المرض النفسي واللي خلتها تتفشى. هل يمكن نقول ضغوط الحياة هي يعني سبب رئيسي، ولا في يعني خلينا نعرف الأسباب اللي بشكل عام هي اللي تخلي الواحد يعني قد يلجأ إلى أن يراجع عيادة نفسية؟ ضغوط الحياة كمسبب مباشر هذا شيء معروف في الدراسات الأجنبية والعالمية، وهذا بيحدث ونشوفه قدامنا احنا في أوضاع كثيرة. لكن إن نحدد سبب محدد هذا إلى الآن ما قدرنا عليه ولم نصل إليه. لكن احنا نظرتنا أن هناك عدة عوامل، تبدأ من العوامل الوراثية إلى العوامل العائلية إلى ظروف الولادة. يعني في الأبحاث تبين مثلا إذا الولادة طبيعية غير طبيعية، إلى الأمراض الكايدة في الطفولة المبكرة في مرحلة أول سنة أو سنتين، العلاقة بالأب والأم لأنه هو محور حياة الطفل في السنوات الأولى من عمره وأخوانه والمحيطين معه في البيت، الانفصال، البعد عن الأب أو الأم فترة طويلة، عدم وجود بديل برضه ممكن يكون من العوامل، أساليب التنشئة والطفولة، إذا في حوادث سيارة، إصابات قصدي إذا في إصابات عصبية في الرأس، ولا حوادث إذا كان في أيضا بعض الأمراض العضوية ممكن تؤدي إلى أشياء نفسية أيضا. فبالتالي مجموعة عوامل. لما نجي للوضع الراهن أيضا كمان تركيب الشخصية للشخص كمان نختلف، نحن في الأشكال نختلف في الطبائع والسمات، فبعض بعض السمات الشخصية تكون قابلة أكثر لبعض الاضطرابات النفسية من غيرها. ما هو بالضرورة هذه الأشياء مجتمعة تبان على الواحد كمرض نفسي، لكن يحدث أن يكون في ظرف ضاغط في الحياة شديد عليه مثلا، يؤدي عاد هذا يكون القشة التي قسم ظهر البعير فبالتالي تظهر. طيب ربطها يعني يمكن الآن في اللونة الأخيرة ويا ما صحنا ونادينا يعني في السعي لعلاج هذه الظاهرة واحتواها، المرضى النفسيين اللي موجودين في الشوارع اللي يجوبون الشوارع تجدهم عند الإشارات، أحيانا تجد بعضهم يمشي عاري، أحيانا يقوم بتصرفات يعني قد تكون يعني لا إرادية لهم ويمثلون خطورة يعني حتى على المجتمع. كثير منهم ينظر لهم من هؤلاء كانوا مدمني مخدرات ثم بعد ذلك أصبحوا على هذا الحال. ربط الموضوع بجانب المخدرات يعني هذا مو صحيح. يعني صحيح أنه الإدمان على المخدرات يؤدي إلى اضطراب نفسي، ممكن يؤدي كمان إلى شكل من أشكال الفصام أو يكون شبيه بالفصام، لكن ليس من العدل أنه ننظر إلى هؤلاء إلى أنهم أساساً كانوا ضحايا ولا نتائج لتعاطيهم المخدرات. كثير منهم تحدثت عنهم أنتم وعندهم أمراض ذهانية مزمنة على رأسها الفصام، فبالتالي يصيرون يدورون في الشوارع ما يشكلون خطر كثير هذولا على الناس، إلا أحيانا مثلا تصرفاتهم تكون غريبة أو أحيانا إذا جاهم عارض حاد وهم في الوضع المزمن. طيب ليش ما يصير في جهود لاحتواء مثل هؤلاء، ومن بوجهة نظرك المفترض أن يكون مسؤول يعني عن قضيتهم ومعاناتهم؟ هي وزارة الصحة وأيضا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الآن أعتقد أو التنمية الاجتماعية، هؤلاء لأنه مسؤولية المجتمع فالمفروض أن الدولة يوفر لهم أماكن تحتويهم وأماكن يجلسون فيها. أيضا في حنا جانب نغفله، وإذا سمحت حنتطرق لبعض الأشياء هذه بعض الآن، اللي هو جانب العلاج الوظيفي والتأهيلي. هؤلاء إذا كان في تقييم لوضعهم وصاروا بس يأدون أشياء بسيطة صغيرة تشغلهم ممكن أنه كمان تساعدهم في أنهم يبتعدون عن سلوكهم. طيب دكتور أنا سأذنك معنا الدكتور صالح العصيمي عضو هيئة تدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. دكتور مساك الله بالخير. اهلا وسهلا، مرحبا بك وبك كريم وبالمشاهدين الكرام. الدكتور فهد استشاري الطب النفسي قبل قليل كان وجهة نظر فيما يتعلق يعني كنا حديثنا عن موضوع الامراض النفسيه وجرنا الحديث الى الحديث عن موضوع تلبس الجان بالانسان وما يحدث عند الرقاة يعني من صراع، وانه ذكر الدكتور يعني بناء على يعني ملاحظاته وتخصص بطب النفسي انه لا يمكن ان يتلبس الجان بالانسان، رايك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هذه مساله، هذه دائما مثل هذه الامور تحكم الى علم الغيب،
ونقل الشيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على التلبس. قال الشيخ الإسلام في الرد على مناطقه وفي كتاب بغية المرتاد: أجمع العلماء على تلبس الجن بالإنس، والآية صريحة في ذلك، كمثل الذي تخبطه الشيطان من المس، وأيضا آثار وردت في ذلك، بل والإمام الأشعري في المقالات نقل ذلك هذه المسألة. بل بعض المعتزلة يعني لهم كلام يعني يكاد أنهم يعني يحكمون على من ينكر التلبس. الآن بعض الناس يظن أن المعتزلة ينكرون، المعتزلة مختلفين يعني لهم كلام خطير جدا عن من ينكر التلبس، لا أستطيع أن أقوله أنهم جريئين في الأحكام. لكن أنا قد وافق الدكتور فهد في جانب، وهذا اللي يمكن دفع مثل الدكتور فهد وهو رجل فاضل ومعروف يعني إلى، لأن هناك كثير من التشخيصات يقول تلبس تلبس، مما أحدث الوهم عند كثير من الناس. هو التلبس موجود، لكن خلنا نقول مثلا 90 أو 95% أو 99% أو 98 تشخيص التلبس خطأ. إذن هو ليس التلبس لا ينكر. وشيخ الإسلام هو أفضل من ينقل إجماعات السلف، وكون إجماع خلاص، بل والأشعري في المقالات يكاد ينقل الإجماع وهو إمام المتكلم أحد أئمة المتكلم قبل رجوعه. لكن تشخيص كثير من الحالات من بعض جهل الرقاة أو الرقاة الجهال، كل ما جاء حال قال تلبس تلبس تلبس، مما جعل الأمر يحدث فيه هذا الخلل في الفهم. أنا أوافق بجانب وأخالف بجانب، أوافق في جانب أن كثير من التشخيصات خطأ، وأخالف بجانب لا، هذا التلبس ثابت، ولي كتاب سيخرج بإذن الله عن هذه المسألة إثباته بالأدلة الشرعية والعقلية من يعني النقلية في هذه المسألة بالذات. وغريب أنني أجهز في المادة العلمية لهذه المسألة لأن كثر الخوض فيها. لكن نعم التشخيص هو الخطأ. طيب شاك دكتور، عندك تعليق على كلام الدكتور صالح؟ أنا أولا أحيي الدكتور صالح وأسلم عليه، وشكرا لمداخلتك القيمة ونورتني بشكل كبير. أنا أستند يعني الله ينور قلبي وقلبك وطريقي طريقك أجمعين، الله يطول عمرك. أنا أذكر وذكرت في بداية الحلقة أنه كان فيه محاضرة للشيخ العمري، كان حاضرها كثير من الأطباء النفسانيين والمتخصصين قبل حوالي 16 سنة في المستشفى الجامعي في مستشفى الملك خالد في القسم النفسي، فكان أتى بكثير من الأدلة والأحاديث وأقوال كبار العلماء، أنا ما تحضرني أسماءهم، تأيد كلامه بأنه لا يحدث التلبس. لكن إذا سمحت لي أستدرك، هناك أشياء كثيرة كنا نتكلم فيها أثناء الاستراحة مع الأستاذ علي خالد، فكان نقول أنه لا نعرف على وجه الدقة سبب الاضطرابات النفسية، لا نعرفها زين، لكن ولا أقدر أقول أنه هذا جني، ولا أقدر أقول أنه هذا فيروس، ولا أقدر أقول أنه هذا بكتيريا ولا أشعة، لا أدري ما هو السبب. قد يحدث اللي تكلم عنه أنت وأنت رجل علم، ولكن الجميل في كلامك يا سيد الفاضل زي ما تفضلت، وهي النقطة اللي اتفقنا فيها أو اتفقنا فيها معا، وهو أنه الحالات العظمى هي مجرد تشخيص خاطئ، وبالتالي صار فيه هذا الشيوع لتقديم هذا التشخيص بالتلبس. دكتور تعليقك الأخير دكتور صالح. أنا حي دكتور فهد. دكتور بس قبل ماذا، أنا حي حواركم الحضاري، يعني مختلفين لكن برقية. لا لا حقيقة الدكتور فهد رجل يعني لا يعني ما شاء الله على الله يوفقه. الله يسلمك. ولكن الدكتور علي العمري هو يعني أي نقل بعد الإجماع لا يعتد به عند أهل العلم. يعني لما ينقل الإجماع، والله الإجماع هو الآن لما يذكر الدكتور علي، ترى على فكرة ما ذكر إلا بعض المعاصرين، ذكر مثلا الدكتور الشيخ الطنطاوي وغيره الذين يقدرون كلهم بالعلم الشرعي من هما عند قامات ابن تيمية والإمام أحمد وأحاديث وارد أحاديث. وأنا ممكن أمد الدكتور فهد يعني يأخذ جوالي من الأخوة وأمده في الأبحاث المسألة الشرعية. لا لا أنا دكتور صالح، أنا ودي بحلقة أنت ويا الدكتور فهد نكون موجودين ونفصل أكثر في هالموضوع، لأنه في خلاف كبير ما بين دكتور، لأنه في خلاف كبير ما بين الأطباء النفسانيين وما بين وكيل متخصصين في الشريعة حول إنكار التلبس أو إثباته. وأنا أعد ذلك
كما ذكرت مقدما أن أو كثير من الرقاة تشخيصه خاطئ. يعني معنى يجيك واحد تعيش معه ما في إلا العافية ويقول أنا فيني تلبس، أنا ما أستغرب من أني أقول هذا ما في تلبس. التلبس هو يكون زي المجنون، هذا هو التلبس الذي يكون في جنون ثم يصحى. أما أنه يعيش بين الناس ويأكل ويشرب ثم يجلس ويقول أنا فيه تلبس، هذا وهم. جميل، شكرا لك دكتور صالح العصيمي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود. بنسوي حلقة أنت وياه ونجمعكم مع بعض، وخلونا نأصل الموضوع أنت وياه دكتور، أنت عطنا وجهة نظر الأطباء النفسانيين وهو يعطينا وجهة نظر الشرعية في هذا الجانب، والمشاهد هو اللي يحكم في النهاية زي ما تفضلت. هو الحوار الاختلاف أو الخلاف لأنه خلاف حضاري، يعني صحيح نتصرف فيه بشكل حضاري، وهذا شيء جميل لأنه نوصل كلنا نسعى لأن نوصل إلى ما حد يوصل للحقيقة طبعا، لكن كلنا نحاول الوصول إليها. طيب، فيه مدير الخدمات العلاجية في مستشفى الأمل الدكتور عبد السلام الشمراني كان له يعني تصريح، ذكر بعطيك بس مقتطعناه من تصريح، ذكر بأن 10% من المرضى اللي يرجعون علاج نفسية انقطعوا بعد الزيارة الأولى، ولفت إلى أن المرضى يهربون من المجتمع بادعاء السحر أو العين رغبة في كسب التعاطف. إيش رأيك؟ كلامه صحيح، يعني خاصة الجزء الثاني. الأول لا أدري عنه، لأنه مثلا هل في 10% في ناس يجونك المرة الأولى ولا يرجعون المرة أخرى، لكن هذا لا يعني أنهم شفيوا، ما ندري عنهم لأنه فرض يكون في متابعة. لكن اللي أعرفه أو اللي سائد أن الواحد أسهل له وأسهل للأهل أنهم يقولون أنه فيه عين، ولا يقولون سحر، ولا يقولون جني، عشان نرجع الموضوع نظرة المجتمع، نظرة المجتمع، وأيضا ما يصير في مسؤولية مثلا عليهم ولا مسؤولية علينا، فبالتالي يصير حتى ما لهم دور بالعلاج. لكن لما يكون في علاج النفسي نقول للأهل ترى لك دور، ونقول للمريض ترى لك دور، وليست فقط الأدوية. حلو. وأنه نحن الأطباء والمختصين، وهذا برجع لها بعد دقيقة إذا سمحت لي، أنه الأطباء والمختصين وأنت وأهلك والناس اللي معاك والدواء كلنا حلف ضد هذا المرض، فكل واحد فينا عليه دور. اللي أقوله هنا أنه في نقص في طبعا الأطباء النفسانيين، منظمة الصحة العالمية تقترح أو تقول أنه لكل 8,000 نسمة المفروض يكون في طبيب نفساني. لكن الشيء اللي أنا هنا ما هو من الأشياء التي لا تعجبني، ومع أنه مع اعترافي بأنه ما زلنا ما تعجبك عندنا بالسعودية، اللي هو التركيز على الأطباء أو عدم الاهتمام بالأخصائيين النفسانيين الاجتماعيين النفسانيين، عدم الاهتمام حقيقي بالأخصائيين النفسانيين العياديين، عدم الاهتمام بمراكز التأهيل، عدم الاهتمام بالعلاج الوظيفي النفسي، عدم الاهتمام كمان بالتمريض النفسي. فالمسألة في الطب النفسي ليست مريض وطبيب، ولكن فريق عمل متكامل، لأنه نتعامل مع العائلة، نتعامل مع المجتمع، نتعامل مع الأسرة، نتعامل مع الواحد وزوجته، لأن كلهم لهم دور. جميل. ومشكلة المريض عندك في البيت إذا كان مرض عضوي يتعبك، فما بالك إذا واحد عنده مرض نفسي ويتحرك. صحيح. طيب دكتور، في كم نقطة بالسريع أبغاك تجاوب عليها عشان وقتنا يعني داهمنا. ما في نقطة ثانية مهمة وأتمنى منك يعني فعلا تتحدث عنها. الأزواج عنده شو يعني نية المريض النفسي أن يتزوج، أو حتى من يعني قد يكون عنده مرض نفسي جاءها زوج، نعرف أنه كثير يخبي هالجانب، يعني يبي خاطر ما يفصح عن أنه مثلا عنده مشكلة نفسية، أو حتى الزوجة اللي بتتزوج، ولذلك تنشأ كثير من المشاكل بعد الزواج بسبب إخفاء مثل هذا الأمر، وتنتهي عادة بالطلاق أو بالنزاع أيا يكن. هنا كيف يمكن يكون لنا تعقيب على هالجزئية؟ أولا أحيانا من الأشياء السائدة أنه جوزوه ويعقل ولا جوزوها وتعقل، وهذا شيء الزواج يعتبر من 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 أحداث الحياة الضاغطة. يعني يعتبر يمكن نمرة اثنين، فالواحد لما يتزوج يتغير عالمه تماما، فممكن إذا كان هو تعبان نفسيا ممكن هذا يأثر عليه زيادة وتدهور حالته. لكن أرجع لسؤالك أنه كيف يجب نأكد، لأنه هذه أمانة، يعني أنا أعتقد أنه خداع بس يقول له لو قلت معها ما حد قابل فيني، بالعكس لا الزوجة ولا الزوج. هنا يجي دور التوعية، ويعني انه في يعني زي ما في الامراض الجسديه، في امراض جسديه تجي وتروح، وفي امراض تستمر لكن ما منها مثلا هذاك الخطر كبير، وفيها امراض قاتله زي السرطان والعياذ بالله. لكن كمان في الطب النفسي هذه الاشياء موجوده، ليس كل مرض نفسي يمنع من الزواج، بالعكس احيانا الزواج ممكن يكون مساعد
لما تكون الزوجة عارفة ويتجاوزون الشيء هذا. أذكر أنا في حالة مرت علي اتصل بواحد وقال لي فلان يتعالج عندك وأبسألك، قلت له أنا ما أقدر أقول لك أي شيء لأنه لازم يعطيني ولا أقدر يتعالج عندي ولا شيء، لكن اللي يبغى كذا لازم يكون قايل لي، حتى ما رضيت أعترف له أنه يتعالج عندي. فرجع هذا وجاني وقال لي لا رجاء قل له لأني أنا علمتهم. فقلت اللي معه هو رهاب اجتماعي ووضعه كيت وكيت وعلاجه كيت وكيت، ولا يمنع من الزواج ولا يمنع من أنه يستمر في مستقبله ويحقق أحلامه ويعيشون حياة إن شاء الله سعيدة. طيب رغية. طيب دكتور، يعني إذا كنا انتقدنا بعض الرقات احنا ننتقد كذلك بعض الأطباء النفسانيين طبعاً. يعني إما بالتشخيص الخاطئ في بعض الأحيان يعني، أو الأمر الآخر وش دكتور؟ فيه استنزاف للجيوب في العيادات النفسية غير طبيعي يا دكتور، يعني يمكن من أغلى الأدوية هي الأدوية النفسية. نعم. من أغلى المراجعات هي عندما تراجع طبيب نفسي في عيادته الخاصة، مراجعات وراء مراجعات. نعم. ليش؟ أولا ناحية الأدوية النفسية هذه طبعا هذا أسعار شركات الأدوية رغم أني أعرف أنه في وزارة الصحة شديدين معاهم وبالتالي أنه أسعارنا أقل من أسعار الخليج، لكن في ممارسة أنا ما تعجبني أنه لما الطبيب يأخذ نسبة من الصيدلية، أنا أعتبر هذا شيء غير أخلاقي رغم أنه منتشر. نجي للجانب الثاني، لما تروح أنت عن طبيب أنف أذن حنجرة ولا عن طبيب جراحة ولا طبيب باطنة ويشوفك لأول مرة، إذا أمضى وقت طويل معك فيمضي معك مثلا ثلث ساعة أيوة، ويأخذ منك ما أدري عاد كم فيزا حقتهم الرسوم أعتقد مثلا نقول 300 لكن الطبيب النفسي لما يجلس معك ويشوفك هيجلس معك ساعة فمسألة الوقت يعني هنا تكون مهمة بالنسبة له. فبالتالي لو ضعف عليك المبلغ فهذا من حقه أنا في نظري يعني. لكن هنا يجب أنه يجي دور شركات التأمين. أنت طبعاً الجانب النفسي ما يشمله التأمين عادة في بوليسات التأمين، ما هو بكل شركات التأمين ولا كل الحالات. أيوة. لكن أنا أعتقد أنه من الأشياء الضرورية. أنا لو يسمح لي معالي الوزير توفيق أن يكتب له صفحتين في مرئياتي وأشياء هذه كلها. والله يعني بالعكس يا أخي أنا ودي أنتم المتخصصين أن أنتم يكون لكم صوت يعني وتوصلونا يعني للمعالي الوزير، خاصة أن ننتظر إن شاء الله خطوة تطويرية أتمنى أن شاء الله نلمسها أو نلمس أثرها قريب بإذن الله. شكرا لك دكتور فهد اليحيى استشاري الطب النفسي، يعطيك العافية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، وقنا الله وإياكم كل الأمراض ويعني متعنا وإياكم بالصحة والعافية، وشافى وعافى كل من يعاني من أي مرض. فاصل قصير بعد الفاصل أنا أعود لكم.